في مخيال المواطن في كل مناطق الوطن هناك هذا الإحساس وهذا الشعور وهذه الانتماء إلى البعد الأمازيغي والتشبث بالعمق الأمازيغي بالتاريخ الأمازيغي، هذا من بين المكاسب الهامة. كذلك المكسب الثاني في إطار الجامعة 5 معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية، مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية تحت وصاية وزارة البحث العلمي والتعليم العالي، مركز تهيئة اللغة في إطار تحت وصاية وزارة التربية. هذه يعني أطر ومؤسسات الدولة تتكفل باللغة الأمازيغية. ضيف إلى ذلك القانون العضوي لأسس الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، وتجسد كأكبر مكسب في سنة 2020 هو تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للغة والأدب الأمازيغي. المكسب الثاني هو أن التمازيغ حقيقة في المدرسة بنقائصها، ولكن نحن حاملين مشاريع لإعادة النظر في القانون التوجيهي للمدرسة وضرورة إعادة النظر في عديد من الأطر التنظيمية لتدريس اللغة الأمازيغية لتصبح مادة كمواد الأخرى وأن تترقها إلى كل ولاية الوطن. هناك حوالي 44 ولاية معنية بتدريس اللغة الأمازيغية. احنا في المخطط تاعنا نريد أن يكون في عملية التعميم حسب الأولويات حسب المراحل. المرحلة الأولى أن تتعمم في الطور الابتدائي ثم الطور التكميلي والطور الثانوي، وهذا أخذ بعين الاعتبار تدفق دفعات تاع خريجي معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية. الأولوية هو تدوينها، هذا أمر مستعجل بأي خط. نظن اختيار الدولة منذ سنوات منذ نشأة المحافظة وخاصة في إطار منظومة التربية الوطنية، المدرسة الجزائرية تتعامل بالاختيار الثلاثي إلى أجل يأتي الحسم في هذه المسائل. ونظن ما نسرعوش لأن هذا التعامل خلق نوعا من الديناميكية، وبالطبع الحقيقة اللي نشوفها في الميدان أن الحرف اللاتيني في واخذ حصة الأسد، لأن الاهتمام لتدوين اللغة الأمازيغية من الذين يحملون مشاريع أدبية ولغوية، الناس اجتهدوا ودونوا هذه اللغة ونشروا إصداراتهم باللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني. ما يخص الحرف العربي هناك أيضا مبادرات، كذلك الحرف التيفينا في الأشهر والسنوات الأخيرة هناك أيضا ديناميكية على مستوى ولاية الجنوب. التحدي الكبير هو أن تتواجد اللغة الأمازيغية في يعني المحيط الرقمي، هذا أن توجه الأمازيغية إلى مجال الترقية البحث والعمل المؤسساتي وأن تكون تمازيغ للجميع. التمازيغ عنصر من يعزز الوحدة الوطنية، قيمة مضافة للوحدة الوطنية، وأكثر من هذا عنصر تماسك اجتماعي. هناك تعايش لساني وهناك انصهار وهناك أيضا حقيقة ميدانية أن هناك لغتين، مكون عربي ومكون أمازيغي، والأمازيغية بتعدد اللساني. هذه هي الحقيقة التي نتعامل بها، نفتخر بهذا التنوع اللساني الثقافي، وأيضا نروج بقيم المجتمع، قيم تعايش في سلام.